يواصل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 جهوده بالتعاون مع كافة أبناء المجتمع البحريني والجهات ذات العلاقة بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالمستشفى العسكري رئيس الفريق الطبي لمجابهة فيروس كورونا. بداية نمسك بالخير دكتور. لو توضح لنا يعني آخر مستجدات هذه الجهود الوطنية التي تقومون بها. أول شيء يعطيكم العافية. إحنا ما شاء الله جهود الفريق الوطني ما زالت مستمرة. الحين دخلنا على نهاية الأسبوع الخامس. الكل سمع أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن انطلاق خدمة الاطلاع على نتيجة فحص فيروس الكورونا على موقع الإلكتروني، وهذه راح يسهل عملية معرفة الناس حق نتائجهم بكل شفافية. كما بدأت وزارة الصحة تعاونت مع وزارة الداخلية بعمل زيارات ميدانية بديناها من اليوم لعدد من مناطق البحرين، شملت منطقة المنام اليوم راحوا الجماعة باب البحرين، منطقة درة البحرين إلى جانب المنطقة الواقعة على شارع البديع. الهدف من هذه الحملة هي متابعة الحالات المشتبه بها لو كان فيها مخالطين، وعمل عينات عشوائية للتأكد من عدم وجود أي أشخاص إحنا ما نعرف عنهم مصابين بفيروس الكورونا. وأحب أطمنكم أن استخدمنا المتطوعين المسجلين في هذه الحملة الوطنية باشروا اليوم بأخذ عينات عشوائية حتى من كبار السن. نعم. والأشخاص اللي لهم قابلية لفيروس الكورونا، هذا كله ضمن خطة منهجية يعني مدروسة بالتفاصيل لطمأنة أخوان المواطنين والمقيمين في دولة البحرين بأن جميع الإجراءات اللي احنا اخذناها منذ أكثر من 5 أسابيع إلى الآن الحمد لله بدأت تبين نتائجها. كذلك عملنا وحدات الفحص المتنقلة اليوم اللي طلعوا إلى أكثر من مناطق، رحنا محلات الهايبر ماركت والبقالات والمخابز والصيدليات بس لأخذ عينات من المقيمين الموجودين في منطقة البحرين للتأكد من خلوهم من فيروس الكورونا. في نفس الوقت ضمن هذه الحملة، وهذا أنا أشيد بأخواني في وزارة الداخلية، أن الدفاع المدني قاموا بعملية تطهير وتقعيم لبعض هذه المناطق اللي أنا ذكرتها، كما يقوم بعد أفراد شرطة خدمة المجتمع بالتوعية والتثقيف حق المواطنين والمقيمين. كما أنا يعني أحب أن أذكر إخواننا أن منع التجمع في الطرق والشوارع والميادين هي من أهم الخطوات اللي أبرزت مدى فعاليتها. للتذكير فقط إحنا يعني المسموح أن نمنع التجمع لأكثر من 5 أشخاص وعليهم اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي وعدم الخروج إلا للحاجات المعيشية الضرورية فقط كما احنا وضحناها سابقا في مؤتمراتنا. نعم مقدم مناف، ماذا عن أعداد المتعافين من الفيروس؟ يعني ما هي آخر مستجدات أعداد الحالات القائمة في مملكة البحرين؟ سلمك الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه من فضل الله علينا على مملكة البحرين وجهود إخواننا من جميع القطاعات. نسبة المتعافين الكلية يعني تفوق 52%، حيث بلغ عدد المتعافين 272. تعافى اليوم بعد منهم 7 حالات إضافية. أحب أؤكد أن المتعافين يتم إجراء الفحوصات المخبرية لهم قبل خروجهم من مراكز العزل والعلاج للتأكد أن من خلهم الفيروسات. فعدد الحالات القائمة حاليا إلى ظهر اليوم كما هو موضح في موقع الوزارة 223 حالة قائمة، فقط حالة واحدة تخضع للعناية المركزة. لأتمنى لجميع المواطنين الشفاء من هذا الفيروس إن شاء الله. نعم مقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالمستشفى العسكري رئيس الفريق الطبي لمجابهة فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.